بالنسبة يا أخوان للكتابة الرزيومي، أنا أعرف أنه القادمين الجدد عندهم صعوبة باللغة الإنجليزية، لكن إحنا الآن في عصر التشات جي بي تي، وهذا فتح لنا أبواب في أن يكون عندك شخص اللي هو الذكاء الصناعي قدير أن يساعدك في إعادة صياغة الرزيومي مالتك وكتابتها إليك، وحتى أنت تقدر تقدم. أولا نصائح بخصوص الرزيومي مالتك، لازم أن تكون الرزيومي مالتك وفق للستاندرد الكندي، لازم تكتبها وفق النموذج الكندي. إذا عندك employment consultant قلها خلي تعطيك أو قل له نموذج يعني الكنديان ستايل رزيومي. النقطة الثانية، لما تقدم على أي جوب، أي جوب تقدم عليه، لا تقدم برزيومي واحد عندك نموذج واحد تقدم بهن على كل الجوبات، لا، تروح للجوب ديسكريبشن. عندك إمكانية أن تقرأ وتسوي تايلرينج للرزيومي مالتك على أساس الجوب ديسكريبشن، ماني والله يعني بإيدك، that's fine، لازم تسوي هالخطوة. إذا ما تقدر تأخذ الجوب ديسكريبشن تخليه بالشات جي بي تي وتقول له this is my resume, I want you to tailor my resume according to the job description، ومن ينطيك النتيجة تراجعها. لازم تشوف الشات جي بي تي مخلي لك بالنصف الأول من الصفحة الأولى اللي هو السمري بروفايل والكور كواليفيكيشنز، هذن بهذا السكشن لازم تشوف الشات جي بي تي مخلي لك الكور سكيلز المطلوبات بالجوب ديسكريبشن، مخلي لك اياها بهذا السكشن. ليش؟ لانه الدراسات تشير الى انه الريكروترز عندهم 6 ثواني فقط حتى يقرا رزيومي بسبب العدد الهائل، فاذا اول سطرين يقراهن ما يشوف بهن الاشياء اللي يريدها ما راح يكمل قراءه الرزيومي مالتك. فهاي التيبس ممكن تفيدك انت شلون تكتب الرزيومي مالتك وتخليها مؤثرة وتخلي الامبلويرز يبعثون عليك على مقابلة عمل. أخوكم علي خلف من كندا.